ويقول حفظك الله: وما موقف الأخ مع إخوته إذا كان له حقوق عندهم وحصل بينهم وبينه تقصير وظلم وجور؟ كما كان من يوسف عليه السلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. سمح عنهم، عفى عنهم، وقال: هذا من نزغ الشيطان، نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فهو عفى عنهم واستغفر لهم. نعم. وكذلك المؤمن إذا صار بينه وبين أخيه شحناء أو عداوة، خصوصا أخوه في النسب، فإنه يجب عليه أن يتسامح معه وأن يعفو عنه. نعم.